الله يبارك. الله يبارك. أنا الآن الطيور تزقزق، كم أنت جميل يا خلاء. الله، شوف الخلاء، طبيعة خلابة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله، الحمد لله يا ربي. أشجار متنوعة، منها المثمرة ومنها شجرة الزينة، زائد الطيور تزغرد أو تزقزق. طبعا هذا هو الوقت نتاع المبيت تاعهم، يعودون إلى الديار. طبعا الطيور تنوض على 6 الصباح تسافر لعدة كيلومترات ثم تعود إلى أوكارها أو